قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز المعارض والمؤتمرات بالصخير مع مقاول المشروع شركة سيباركو البحرين. ويشتمل مركز المعارض على 10 قاعات تشمل كافة الخدمات اللازمة من إضاءة وتكييف والخدمات الفنية بالإضافة لمساحات للتسوق والفعاليات المصاحبة. ويتضمن المشروع على مركز المؤتمرات من صالة مؤتمرات رئيسية يمكن تقسيمها إلى 3 قاعات منفصلة مجهزة بأحدث وسائل العرض والخدمات الفنية وعدد من قاعات المؤتمرات والاجتماعات المتوسطة والصغيرة البالغ عددها 27 قاعة، بالإضافة إلى مجلسين لكبار الشخصيات مع ملحقاتها. ويقام مركز المعارض والمؤتمرات على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 308,000 متر مربع، وهي جزء من أرض غرب حلبة البحرين الدولية، وسوف تستغرق أعمال التنفيذ ما يقارب 24 شهرا. تم اليوم بعون الله وتوفيقه التوقيع على مشروع إقامة معرض أرض المعارض الجديدة في منطقة الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية، وبحضور زميلي سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة. وتتشرف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإشراف على هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لمملكة البحرين. وقعنا اليوم في وزارة الأشغال وبحضور أخي سعادة وزير الأشغال على عقد إنشاء مركز البحرين للمؤتمرات والمعارض الجديد في منطقة الصخير. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الرشيدة لدعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في توفير هذه المنشأة الحيوية التي سوف تقوم بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية تجارية في المستقبل القريب إن شاء الله. المشروع راح يحتوي على صالات للمعارض 10 صالات وعلى مركز متكامل للمؤتمرات الدولية يعد من الأضخم في المنطقة، وإن شاء الله راح تستغرق فترة البناء 2.